السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ وياكم دكتورة معاد بكالوريوس طب وجراحة الفم. إن شاء الله راح أكون ضمن سلسلة محاضرات الإندودونتيك بالمرحلة الرابعة. هي مادة وزارية بس هي مادة إن شاء الله تكون سهلة عليكم، كلها 8 لكشرات. إن شاء الله اليوم راح نبدأ بأول محاضرة من محاضراته الإندو، هي الانترودكشن أند سكوبك أوف إندودونتيك. نجي بداية نعرف شنو الإندودونتيك. أول شيء الإندو هو بالأغريق يعني معناته إنسايد، والأودونت يعني معناته توث. الإندودونتيك تريتمنت هو تريت إنسايد أوف ذا توث، يعني في شيء داخل التوث، يعني الإنسايد التوث هو لما نوصل البلب تشامبر، يعني معناته إحنا دخلنا بالإندو. الإندودونتيك is the branch of clinical dentistry associated with the prevention. شنو هو يعني؟ هو فرع من طب الأسنان هو التحفظي، يعني يحاولون يحاول يحافظ على السن لأطول فترة ممكنة. يكون diagnosis and treatment of the pathosis of the dental bulb and the preradicular tissue. شنو الأهداف الرئيسية للإندودونتيك ثيرابي؟ أول شيء maintain the vitality of the bulb, preserve and restore of the tooth with damage and necrotic bulb. نحافظ على vitality مال البلب. اثنين اللي يحافظ لنا ويستعيد انه اذا احنا عندنا damage or necrosis فاحنا شنو راح يصير عندنا؟ راح نحول على الاندو. preserve and restore the teeth which have failed the previous endodontic. يعني اذا انا عندي failure باندو سابقة فاحنا شنو راح احتاج اسوي؟ ري اندو حتى احافظ على السن ضمن الدنتال ارش وما افقده بهال يعني بعلاج يعني اللي احافظ عليه. نجي الاوبجكتيف اوف اندودونتيك تريتمنت. شنو هو الاهداف الرئيسيه للاندودونتيك؟ اول شيء برايمر اوبجكتيف اوف اندودونتيك ثيرابي is in the great biologically acceptable environment. شنو هو الهدف الأول من الإندودونتيك ثيرابي؟ هو يخلق لنا بيئة حتى يستقبل المواد اللي راح خليها داخل الروت كانال سيستم. The healing and in the continued in the maintain of the healthy of the preradicular tissue. Objective can be achieved by eliminating the bacteria source in the infection from within the root canal system and sealing of the sealing the root canal and tooth to prevent reinfection. شنو يعني ده يقول؟ هنا يقول احنا قلنا نخلق بيئة داخل الكنال حتى تستقبل الكتابيركة والسيلينج داخل القناة. اللي راح يكون هاي حتى نحافظ، ليش نبدأ نسوي الاندو؟ ليش نبدأ نخلي كتابيركة؟ حتى نحافظ على البريرا دي كلها لازم يكون عندنا healthy. شلون احنا نضمن اني اتاكد انه اني هاي القناه مهيئه لاستقبال العلاج؟ اول شيء لازم يكون هي يعني خاليه من بكتيريا، خاليه من ديزيز، ما بيها اي باثوسيس. لازم يكون عندي السيلينج ذا بروت كانال سيستميك يمنع عنا الري انفكشن، يعني يكون عندي البري راديكولار هيلثي، البون هيلثي نورمال، يعني ما بي اي انفكشن. بس اكو هنا احنا عندنا البكتيريا احنا جد ما نظفنا، جد ما سوينا اريجيشن، جد ما سوينا الشيبينج بالانسترومنت كليننج، ايش راح يبقى؟ راح تبقى عندنا بكتيريا، ما راح اقدر اني اقضي على البكتيريا 100%، يعني لان هي البكتيريا داخل الدنتال تيوبز متعشقة، فأنا ما أقدر أستخرج كل البكتيريا، ما أقدر أضمن أني نظفت كل البكتيريا، لا بس أني أضمن قدر الممكن أنه أني أقضي على البكتيريا، أسيطر عليها، بس ما أقضي عليها 100%، لا، هذا الشيء يعني ما أقدر أسوي، لأن مو بس ما أقدر أسوي، لأن إحنا ما نقدر نوصل داخل الدنتال تيوبز. ما راح نقدر احنا نقول هاي البكتيريا راحت، لا بس اني اقدر بالاريجيشن وبالشيبينج
وأقدر أضمن أنا المواد اللي استخدمتها، أقدر أضمن الوقت اللي أنا أنطيته للكيس ونظفت وسويت أريجيشن والأوبتريشن مالتي صحيح، فأنا بهذا أوكي. بس ما الأقل على بكتيريا 100%، لا هذا يعني شيء خطأ. ورا نرجع نكمل. إذا أنت don't take therapy necessary in the treatment in the cure damage or disease teeth، هي شرح تكون أما يكون عندنا damage أو يكون ال disease، فهنا لازم أدخل إندو دونتك. إندو دونتك هو has been defined as art on wall signs clinical dentistry because spelled of all the fault scientific foundation on which in the endodontic base provide an ideal endodontic treatment in art in itself. يقول هنا تعريف الاندودونتيك هو علم وفن نفس الوقت. هو يكون الاندو بحد ذاته هو بحر وعلم كلش يعني كبير بالدنتستري. شو راح يقول هنا؟ يقول اني provide ideal endodontic treatment on art itself، يعني يقول لاني يعني بحد ذات انه اني الكيس اللي سويت لها instrumentation مضبوط، سويت لها irrigation مضبوط، سويت لها obturation مضبوط، اشوف اني البوست اوبراتيف مالتي الاكس راي يعني اشوف المضبوطة، اشوف الobturation، اشوف اني radicular مالتي هو healthy، فاني هذا هو حد ذات art. يعني اني بهذه الخطوات اني صار عندي art بكيسات حلوة، بقلل نسبة الفيلر كلش، اللي عندي الاستاساس ماتي عالي كلش، فاني بهذا الشغلة اضمنه. هنا عندنا شنو التريتمنت اللي راح يكون انكوباسز بروسيجر ذات ان ديزاين مينتين ذا هيلثي اوف اول اون اور بارتس ذا دنتال بالب when the dental bulb disease or injury treatment aimed at preserving normal preradicular tissue when apical periodontitis or cure treatment is aimed the restoring preradicular tissue to health usual carried out by root canal treatment or combination من surgical endodontic. قول التريتمنت احنا راح نسوي اما نحافظ على الهيلثي مال البلب او جزء من عنده من الدنتال بلب، انه يكون شو وقت احنا نستخدمه؟ اذا انا عندي ديزيز انا عندي انجري، فانا هنا ايش راح من التجري عنده دنتال ثيرابي، ايش راح يكون وراي؟ يقول لازم انا عندي بري راديكولار يكون تشو لازم يكون عندي نورمال ويكون هيلثي. ايش وقت انا احصل على هذا؟ لما انا يكون اما بالروت كانال تريتمنت او يكون عندي بالسيرجيكال اندودونتك. السيرجيكال اندودونتك اللي نفتح بيها فلاب ونسوي الاندو بعدين نرجع الفلاب، هذا شغل الاندودونتكس يعني الاخصائيين. الاسكوبك اوف اندودونتك شنو انا شو وقت استخدم الاندودونتك والاسكوبك اندودونتك؟ اول شيء فيتاليتي بلب ثيرابي، بلب كابينج او بلبوتومي، الدايجنوز اون ديفرنشال دايجنوسيس اور اوفيشال بين، الروت كانال تريتمنت توث وذ اور وذ اوت بريراديكولار الباثولوجي، ذا بلب اورجن سيرجيكال مانجمنت الباثولوجيكال ريزولت بلب باثوسيس، مانجمنت اوف ان ذا افولجن تيث او ريبلانتيشن. هنا الافولجن تيث يعني التوث طلع من مكانه سميه افولجن تيث، يعني بعدين ايش راح اسوي؟ راح ارجعه للسوكت واسوي له سوتشر وانتظر يصير بيه هيلينج، وراها ارجع اسوي له اندودونتك. فهذه العمليه نسميها ريبلانتيشن، اندودونتك امبلانت روت اند ريسكشن هيميسكشن اند روت ريسكشن. الروت ريسكشن او الهيميسكشن انا جتني كيس اليوم فاريد اشوف البروجنوز مالته، فاشوف الكيس هي اوكي بس شنو الابكس مالتها؟ لا بيها باثوسيس وهي غير مهيئه للاندو، بس انا ابغى على التوث هو يعني ناتشورال يعني اقدر اعالجه بالاندو، اقدر وراها اسوي له كراون، يعني ما اقدر انا اخسره بإكزو. فش اسوي؟ اسوي السكشن يعني اسوي كات ان ذا ابيكس، يعني بس على حد الباثوس اللي عندي بالابيكس اسوي كاتنج وراها اكمل اندو واسوي يعني اذا عندي كراون او اي شيء. الهيمي سكشن نفس الكيس جتني بس اباوع هي اللي اكثر من روت اللي تصير، يعني اذا عندي اكثر من روت هي البريمولار
اللي عندي اكثر من رشد هي المولارات اقصد. فاني جتني يوم كيس فاشوف واحد من الروتات بين هو ما يفيد نون ريستورابل، بس الروت الثاني لا هو ريستورابل واقدر اعالجه بإندو واسوي له وراها بريبريشن واسوي له كراون او اسوي له بريدج واقدر احافظ عليه. وإذا هو خاصة البيش إذا هو كان فاقد أسنان يعني أكو أسنان فاقدها، فأنا شو أسوي؟ الكات عنده روت يعني واحد من الروتات على طوله أسوي له كاتنج أطلعه مثل ما موضح بالصورة، والثاني شو راح أسوي له؟ أسوي له إندو وأسوي له بربريشن وأسوي عليه برج. Retreatment of the tooth peripherals and treatment endodontic. Bleaching or discolor the tooth. Coronal restoration teeth أو use post and crown. أنا إذا التوث بدي استخدم له post أو crown فهذا ما يصير، لازم أنا قبل استخدم له شنو سوي له endo فحتى سوي post أو crown. الأدلة هاي الصورة توضح لنا ال direct bulb capping وال bulb capping. ال direct bulb capping يعني أنا وصلت للبلب وطخيت البلب صرت direct وياه، فإذا هذا شنو هذا يعني direct bulb capping. ال indirect لا أنا بعدني مسافة عن البلب، احتمال 1 مليم احتمال 2.5 مليم، فأني بعدني ما واصل البول بس أنا دا أشوف شلو البول. فأنا شو أسوي؟ راح أخلي طبقة عازلة مثل دايكول أو أحط الفلوبول جي آي سي وراها أكمل الفولينج، بس أني ما وصلت للبول يسمونه indirect bulb capping. هنا الانديكيشن للروت كانال تريتمنت، شو وقت أنا راح أسوي إندو وشو وقت ما راح أسوي إندو. Root canal treatment may be in the cured out on all patients, where other dental procedure may be undertaken specific in the indication. أول واحدة irreversible damage or necrotic pulp with or without clinical and radiologically found apical periodontitis. أنا إذا عندي irreversible damage أو عندي necrotic أنا هنا راح أسوي إندو. إذا عندي بكلينيكال أشوف أنا عندي باص عندي سوولينج عندي فيستولا، فهذا الكيس إنديكيشن إمل للإندودونتيك. بالراديولوجيكال أخذ إكس راي أشوف أنا عندي باثوز أشوف عندي راديولوسنت أشوف الأبيكس مالتي، فهذا هذا شنو إنديكيشن للإندو. اللكتيف دايفليشن البروفايد بوس سبيسز بيرول إن ذا كونستراكشن of the over danger of and over danger doubtful bulb healthy prior restorative procedure likelihood of bulb exposure when in the restoring mislaying tooth and barrier root resection or hemisection. يعني يقول لك هنا أنا إذا عندي بدي أسوي بوست أو سبيس، فأنا شو راح أسوي؟ لازم أسوي الإندودونتيك أو أنا عندي أوفر دنشر قبلها مثل عندي توث وأسوي عليه أوفر دنشر فالتوث محتاج عنده شنو؟ إندودونتيك. أنا إذا أسوي فولينج عادية يعني فصار عندي ميكانيكال إكسبوجر أنا سويته يعني بدون ما أنتبه أو خطأ، فهنا شو راح يصير عندي؟ فراح يتحول إلى إندو أو أسوي ريسكشن أو هيميسكشن، هذا شنو هم إندو راح يتحول. الكونترا إنديكيشن للروت كانال تريتمنت، أول وحدة teeth can't be in the functional or non restorable tooth يعني هو non restorable يعني ما يصير له إندو، فأنا هاي ما أقدر أسوي لأي إندو. قبل هيك أنا لما يجيني كيس الإندو أنا عرفت هذا الكيس إندو، أجي قبل أشوف أخلي قبل أخط الأشياء ببالي من هذا الكيس أقدر يصير لإندو. أنا أقدر أسوي الكلينيكال المالبيشنت يعني أشوفه المهيئ لإندو ناجح إنديكيشن نون إنديكيشن، أشوف التوث أشوف البيشنت، فذني كل هالأشياء لازم أني أتأكد من أنتي لازم أني أضمنها قبل ما أبدي بالبروسيجر مالتي. فإذا أنا بديت وبعدين نص الشغل لا أشوف التوث نور ستوربول البيش نور كوبراتيف يعني لا يعني راح يصير فيلر وراح يصير يعني مشاكل كلش هواي. فأنا من بداية أحدد الاستباط مالتي أحدد الأشياء
شنو اللي احتاجه، شنو اللي اقدر له، شنو الاشياء اتاكد من انتها قبل ما ابدي بالبروسيجر. النقطه الثانيه بيو توث ويز ان انسفيشنت بيريودنتال سبورت، اشوف البيريودنتال اذا عندي بيريودنتال زينه مو زينه. هذا اقول انا بيريودنتال ناتي يعني مو زينه، يعني توث موبايل توث، فهنا ما راح يصير عنده. Poor prognosis on cooperative patients, patients where dental treatment procedure can't be undertaken. يعني البروغنوزز مالتي poor prognosis ما اقدر اسوي له عنده. الان cooperative patient ما راح اسوي له ولا اوصل له اصلا، لان هو ما راح يلتزم وياي، ما راح يعتني باسنانه، لان الشغل مو بس طبيب اسنان، لا الشغل يكون على الاثنين، اللي انا راح اسوي له العلية بس يبقى الباقي هو يهتم بأسنانه، هو يسوي مراجعة دورية، هو ياخذ علاج إذا أنا أوصف له علاج. فإذا هو بيشنت ما ملتزم راح يعني يسوي فيلر بالكيس، يعني راح ترجع لي مشاكل هواي. يعني إذا هو ما ملتزم بالكيسات، يعني ورا الفيست الأولى هسه يجيني، الفيست الثانية ورا شهر، لا هذا البيشنت أنا ما ألتزم وياه، يعني أصلا بيشنت ما راح أستقبله. حتى خليها بداية يعني الخطوات حتى أعرف أنا شنو دا أمشي. Tooth teeth of patients poor oral conditional that can't improve within in the responsible in the barrier. يعني يكون يشوف ال oral hygiene مال patients، إذا هو good oral hygiene، poor oral hygiene، إذا poor oral hygiene ما اشتغل له الأصل، إذا هو الأسنان ما أعتني بيه فأكيد ما راح أعتني بالحشوة، أكيد ما راح يلتزم بالتعليمات. نتأكد من هذا. هسنا جينا على الهيستولوجيكال دنتال بالب، اللي نريد نعرف دنتال بالب مين يتكون، البالب مين يتكون وشنو مكوناته. أول شيء دنتال بالب سوفت تشو وين موقعه، موقعه بالسنتر أوف ذا تيث، وين بالسنتر تيث. Consist in the specialized in the cell odontoblast arrangement in the peripheral direct contact with the dental matrix. يقول هو الحياطين يعني peripheral مال البالب هو بيها odontoblast متجهة directly باتجاه dental matrix. Closed in the relationship in the between odontoblast and dentine. نطلق عليها bulb dentine complex. Bulb dentine complex. Bulb is in the شنو معناته bulb dentine complex. Bulb is connective tissue system composed of cell, ground substance, fiber, interstitial fluid, odontoblast, fibroblast, and other cellular compound. Bulb in the culture, microcirculatory system. يكون يتكون من artery من vein, large vascular compound. When bulb is in the exam histologically. هنا شوفوا أن هنا الزون اللي المرتبة ال peripheral central bulb. ال peripheral central bulb شبي بي الزون. الزون هنا الطبقات المرتبة اللي يكونن البلب. أول طبقة عندنا odontoblast layer at the bulb peripheral. Odontoblast consists of bulb body and سيتوبلازما بلازميك بروسيس. يعني الطبقة الأولى اللي أول طبقة بالبلب هي سميها أودونتوبلاست، هي اللي تكون البدي مالتها هي اللي تكون سيتوبلازما. سيال فري زون أوف ويل هي سنتر الأودونتوبلاست، وتكون ساب أودونتوبلاست هي اللي سنتر هي اللي بالوسط، واللي هي تكون تحت الأودونتوبلاست لير كون الكونتينت اند البلكسس and the vocabulary and small nerve fibers. Cell rich zone هو consist contains fibroblast and differentiated cell in the maintain number and odontoblast proliferation and differentiation. هاي منو هاي الطبقة الثانية. أما الطبقة الأخيرة هو the bulb core contains in the large vessels and nerve branch extend peripheral large layer. الطبقة الأخيرة هي اللي يكون بها large vessels large nerve. الطبقة الثانية اللي حيكون بها small nerve fibers. إذا جاب سؤال بالامتحان يقول لك من هي large vessels أو nerve، هي من هو bulb core. أما ال small nerve fiber فهي cell free zone.
نجي على الاناتوميكال دنتال بالب. السنتر ذا دنتال قلنا هي اللي البالب لايز وين بالسنتر بالب شيب اتسيلف ان ذا منجر فروم ان ذا توث. نجي this space is يطلع called bulb cavity. يعني هذا البالب كافيتي هو السنتر. لما قلنا السنتر البالب صار بالسنتر والشيب اتسيلف مال التوث. السبيس اللي موجود إنه شرحنا نطلق عليه البالب كافيتي. الدايفيد into bulb chamber and root canal starting from the orifice in the apical foramen. Also axillary and lateral canal roof of the bulb chamber consist dental covering bulb chamber occlusion. Canal orifice are in the opening in the floor of the bulb chamber leading into the root canal. Shape of root canal view with size, shape, number, root in the different tooth. هنا يقول أني عندي دايفيد in the bulb chamber. البالب شامبر من ناحية البالب كافيتي ببالب شامبر وبروت كانال ستارتنج بالأورفيس الأبيكال فورامن بالأبيكال فورامن. عندنا هنا قنوات يعني متفرعة نسميها أكسزاري كانال أو اللاترال كانال. مثل ما هنا موضح عندنا آخر شيء الأكسزاري كانال كانالات طبعا. هاي الكانالات يعني صعبة احنا نقدر ننظفها يعني وندخل بها فايلات بس بالأريجيشن والسيلينج نقدر احنا نمليها. ده سوينا الاريجيشن مضبوط ووراها السيلينج فراح تتقفل. الروف بالب يعني السقف مال البالب شامبر. فهي شنو اللي قطي يعني احنا مدخلنا البالب شامبر ونظفنا البالب شامبر. احنا اول ما دخلنا شنو كان اكو دنتين. فالكفرنج مال الروف مال البالب شامبر على السؤال اذا جابوا لكم يعني يقول له هي دنتين. شنو الكفرنج اللي راح يغطينا؟ راح يغطي انه دنتين للبالب شامبر. Canal orifices are in the opening floor in floor bulb chamber. هي root canal. يقول احنا الشيب مال root canal يختلف من السايز من الشيب من النمبر مال الكنالات الروتات الموجودة عندنا. فيختلف من بشت لبشت يختلف من tooth to tooth. نجي للفاكشنال in the bulb. البالب بيرفورم ان ذا فور بيسز فانكشن. عندنا اربعه. اول وحده الفورميشن اوف ذا دنتين. عندنا ديفنس اوف توث. عندنا انيرفيشن اوف توث. عندنا نيوتريشن للدنتين. نجي الروت كانال كونفيجريشن. شنو هو عندنا الاشكال على اي اشكال راح تجينا الكانالز. يعني الكنالز قابل يعني تجي بس يعني ستريت. لا ما راح تجينا ستريت كل الكنالات ولا كل كنالات راح تجينا بها كارف. عندنا هناك يعني اشياء مختلفة اناتوميكال مختلف. فشنو اول وحدة شيء الكنال شو راح يكون عندنا سينجل كنالز. فاحنا نقرأ على الصورة. اول وحدة الكنال هي تكون سينجل. شنو سينجل كنال ان ذا بالب شامبر. انا من افتح بالب شامبر هشوف سينجل كنال. سينجل الابيك الروت ابيكس يعني على طوله للابيكس هي تكون سينجل. الفورامن مالتي تكون سينجل يعني واحد في واحد في واحد. التايب الثاني شو يقول تو اور كانلز ان ذا بالب شامبر ليفينج. يقول انا من افتح للاصل البالب شامبر راح اشوف عنده تو كانلز جوين ان ذا اذر ابيكال ثيرد. يقول راح تبقى متصله وين بالابيكال ثيرد. يعني انا فتحت هو شنو two canals. بعدين راح تفترق تبقى two canals لحد الابيكس راح يصير عندي one canals. يصير عندي one الابيكس يصير عندي one foramen. فشنو اثنين هي تقصد احنا لما فتحنا البالب شامبر شفنا اثنين روتات اثنين كانالات. بعدين صار عندي كانال واحدة. تايب 3 شو راح يقول؟ يقول انا two canals live in the bulb chamber and in the two canals open and the two separated apical foramen. وانا ما فتحت شفت اني two canals. فبقى two canals لحد الابيكال foramen. يعني صار عندي two orifice الكنال صار عندي two الفورامن و two apex. التايب 3 single canal living the bulb chamber. single canal bifurcating at the apical third two canal and open in the two third foramen.
ونفتحش في 21 canals. فبالأبيكس بالثيرد يعني ميدل ثيرد صار شنو؟ صارت 2 canal. فإذا صار شنو؟ 2 أبيكس 2 فرامل. ناي عندنا البيس فيسز ان ذا تريتمنت. عندنا 3 بيس الفيسز. اول شو هو؟ شو هو دايجنوستس فيس؟ عندي دايجنوستس فيس. الدايجنوستس تو بي تريتمنت هو ديتيرمنت ان ذا اند ذا تريتمنت بلان ديفلوب. التايب الثاني البري Preparatory phases with the content the root canal are removal and the canal prepared on the following material. الأول واحدة حشوف الدياجنوز بحدنا، الثاني هو اللي راح يزيل لنا الكنال الكنال وتشو راح يسوي لنا prepared يعني ينظف لنا الكنال هي الفولد material material. Obturation phases هو canal fold and the obturation in inner material on the obtent يعني المادة اللي حطيناها داخل الكنال. السيل on the close in the opposite هو CDG يعني cemento dental junction. The defect in the faces or endodontic treatment will not in the success. إذا صار أن ال defect قوي ويعني شنو إحنا ال endodontic treatment مان will be not in the success يعني مو كلش راح يكون ناجح. البالب بري راديكولار باثوسيس هسه احنا راح ندخل بالباثوسيس اللي عندنا راح نقسمهم. اول واحد ان البكتيريا اريتين يعني تهيج البكتيريا. البكتيريا يوجوال ان ذا دنتال كاريز مين سورس اما انجري تو ذا بالب اند ان ذا بري راديكولار يكون مصادر البكتيريا مين جتي المصدر مالتها اما يكون سبب ان الانجري او عندنا سبب البالب راديكولار ودخلت البكتيريا تشو on the enter the direct the dental tubules هي وين راح تبقى مكانها بالدنتال tubules. Mother in the enter bacteria to the bulb or in the phloem. شنو الأشياء اللي راح نعرف من خلالها المصدر دخول البكتيريا إلى الكنال؟ أول شيء الكاريز كابيتي أنا إذا عندي كابيتي بالإكلوجين وبيكاريز فأكيد هو هذا مصدر دخول البكتيريا. The dental tubules هو contamination during in the cavity preparation through exposure root canal source in the erosion abrasion and attrition. يعني يقول إذا عندي سوء exposure وأني ما مسيطر على 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 fluid على saliva وعلى bleeding فأكيد راح يصير عندي contamination. لازم أنا أسوي rubber dam وحتى لما يصير عندي اكسبوجر انا اقدر اسيطر عليه وما اخلي اي كونتامينيشن اللي تدخل حتى ما يصير عندي فيلر بالدايركت بولب كابينج. الابيكال فورامن ادفانس ان ذا بيريدونتال انا عندي ليجن بالابيكال فاحتمال هو فهو دخول مصدر البكتيريا الى التوث. البلد ستيم البلد ستيم هو اذا انا عندي في انفكشن او اذا عندي ديزيز في مكان فاكيد البلد ستيم هو راح ينقل ويسوي لنا دخول البكتيريا وين داخل البلب. اذا فولت ان ذا توث ريستوريشن ان ذا اكستنشن بري ابيكال فاكشن الادجيسنت للانفكشن توث. اذا انا عندي الادجيسنت توث هو بي انفكشن وديزيز قوي فاكيد راح يمتد هذا الديزيز التوث الادجيسنت فراح يسوي لنا الدايجنوز البكتيريا داخل الكنال. يقول بكتيريا موست اوفتن هو ريكفرينج فروم انفكتد باثولوجي بالب. شنو هو اكثر انواع البكتيريا الدخول يعني موجوده هو اما ستريبتوكوكاي او ستافيكوكاي او دافلوبلويد. النوع الثاني ميكانيكال اريتيشن هو اكزامبل ميكانيكال اريتيشن تروما او اوبراتيف بروسيجر او اكسسيف ان ذا اورثودونتيك فورس او سبجنجيفال سكالينج اوفر انسترومنت راح يوزينج روت كانال انسترومنت. الكيميكالي اما اريتيشن كيميكال هو بكتيريا توكسيك سمتم ريستوراتيف ماتيريال او الكونديشننج ايجنت بري راديكولار irritation, a cure, irrigation solution, for phenol, base intracanal medication, extrusion, in the following material, radiation injury bulb, هو شو راح يكون in the therapy,
affected the pulp of full from teeth patient exposed in mainly radiation therapy. Pulp cell exposed للأيون radiation because necrotic. هو يكون أدنى الفاسكولار دامج للانترفيرنسز in the most of cells. الكلاسيفيكيشن بلب ديزيز الدايجنوز ذا بلب ديزيز يوجوال بيس البيشنت سيمبتومز اون ذا كلينيكال فيندينج بلب ديزيز ان ذا ريزولت ان ذا بوث سوفت اور هارد تيشو. ايش راح يكون هاي انا عندي شلون اعرف الكلاسيفيكيشن بالبلب ديزيز؟ اما هي من خلال سيستميك اللي عندي او ساينو سيمبتومز الموجوده عند البيشنت. خلال الكلينيكال انا راح اشوف هذا الديزيز الدايجنوستس مالته. اول واحد سوفت تشو دايجنوستس هو عندنا ريفرسبل بلبايتس بلب هايبريميا. الريفرسبل يعني البلب يقدر يدافع يقدر بعد يحافظ على الفايتاليتي مالته فيقدر يسوي استعاده يعني صح يصير بانجري بس يقدر يقاوم الانجري يقدر يقاوم البكتيريا فيرجع الحيويه مالته. شو يقول هنا يقول it is a trans condition that may be pre-accepted the result carries pulp and characterized increased vascular vasodilation. The systemic اللي موجود عندنا pain need in the external stimulation stimulus in the subside the immediate after remove on the stimulus. Pain difficult to localize. The pulp does not contain pre-receptive fibers. Normal pre-radicular radiographic appearance. Teeth are not tender percussion. Sensitivity is called stimulation. يقول عندنا أول شيء الاكسترم stimulation. أنا إذا عندي مثلا يوم جا patient ودا يشكي من سن مالته وعنده بين فأشوف أما عنده old following أو عنده فد سبب ثاني يعني موجود فأشيل الاستيميوت فأشيل هذا المسبب يدرس بعدين هي يرتاح البيشن. فإذا هو شنو أنا نزلت المسبب فرجع صار عندي reversible بالبايت يعني reversible رجع الوضع طبيعي. difficult localize يعني عندي بين بس هو difficult ما أعرفه مكانه وين فهذا شنو يعني هذا reversible. نورمال اللي اخذ الاكس راي راح اشوفه نورمال يعني اشوف البي دي ال نورمال اشوف الابكس نورمال فهذا ريفرسبل بلبايتس. نو تندر بيركشن ما راح تجيب الاي تندر بيركشن انا اسوي تندر بيركشن معناته بس شنو هي تكون شلون عرفت كولد او اتحسس بالكولد بالسويت يعني هذا شيء اني يعني اعرف من خلال كلام المراجع انه هو شنو cold stimulation. treatment مالته هو شو حيكون اما اسوي ال covering ال exposure احنا مسوين exposure فصار عندي يعني هو بعد طلع عندي البلط فاحط له دايكول واحط له الجسم او احط فوقه فلوبل واكمل بعد كومبوز اكو بيهم هسه اللي ما يخلون اصلا فلوبل ولا يخلون اي شيء جوا الكومبوز هو بس بوند طبقتين بوند يعني دبل بوند وفيكملون فولنج. الارفيرسبل بلبايتس لا هو البلب بعدنا ما يقدر يقاوم صار ضعيف لان البكتيريا هجمت عليه اكثر فما يصير بي اي ما يقدر يستعيد الحيويه مالته ما يقدر يحافظ على نفسه. The result in the more severe insult يعني يكون عندك كلش سيفير من الارفيرسبل بلبايتس. development progression in the reversible state acute bulbitis who experience an increased inflammation process in the entire bulb pressure. هو راح يكون أدنى من يعني irreversible bulbitis بتقسيمات. أول نوع شنو هو؟ هو الأكيوت. الأكيوت هو اللي أول لحظات الألم اللي راح يصير عند البيشنت يعني أول دقائق والأول ساعات اللي راح يصير فهذا يصير عنده أكيوت bulbitis فوراها ما ياخذ علاج وشوي يهدى وهاي لا هذا حتحول إلى كرونيك. فشنو هو السيمبتومز مالته اللي راح نشوفها؟ اول شيء سيفير بين يجي كل سيفير بين فهذا سيفير بين بيشنت فهذا اكيوت. ديفلوبمنتال سبونتينيوس ان ذا ستيميليشن هو لاست اون ذا مينت
minutes or 2 hours يكون أول دقائق أو أول ساعات. The head stimulated in the crease pain إذا بالحرارة كلش يكون عنده pain وراح يستجيب إليه. The cold stimulate decrease in the pain إذا عنده cold فراح شنو يقلل، يعني أكو بعض مرات العيادة حاط قطع ثلج أو حاط مي بارد على السن مالته حتى شوية يخف، فهذا يقلل ال blood vessels. اللي تندر نو تندر بيركشن ما يسجل اي تندر بيركشن. الراديوغرافيك مالته يكون ابيكال ريجن يعني نورمال. النيجي يكون بس يكون انه وايد فيديو اول، يعني من ابو احس على راديوغراف اشوف الابيكس مالته نورمال ما بيها اي ليجن ما بيها اي راديولوسنت، بس اشوف البي تي اول لا صار بيها وايدنج، بي تي اول صار بيها وايدنج. شو التريتمنت مالته؟ هو اما سوي له اندو روت كانال ثيرابي او سوي له اكستراكشن. الكرونيك بلبايتس اللي هي قلنا بعد ما يصير الأكيوت بلبايتس فراح يتحول شنو يتحول إلى أكرونيك. في الأكرونيك بلبايتس هو أكيوت فيسز the bulb may enter chronic phases. شنو السيمبتومز الاكسبيرينس مالته؟ أول شيء مولد on the moderate، أما يكون بداية يكون هو وسط ما يكون severe pain. البين مالته يكون mild moderate intermittent the pain will be may be tolerated related my the patient long bearer on the time. راح يكون إلى فترة طويلة، مثل يقول له صار لي أسبوع يوجعني، صار لي يومين يوجعني بألم. يعني هذا الكلام يعني دا يحيل من هو كرونيك، لأن هو بس احنا قلنا بس أول ساعات هو راح يصير الأكيوت. أكو بيهم يقول لاس أول 24 ساعة، بس هي يعني بس أول ساعات وراها ما يأخذ علاج ويقوم يهدأ، بس بعدين يرجع للألم. فلما أخذ العلاج ورجع للألم لا راح يصير شنو؟ راح يصير كرونيك. الثيرمال تيست ما راح يستجيب إليه كلش قليل. التندر بيركيجن مالته ما راح يستجيب إليه. نوت سين إن ذا إنفكشن في الراديوغرافيك، أنا ما أشوف أي إنفكشن أي ديزيز ما أشوف. شو راح يكون العلاج مالته؟ العلاج مالته راح يكون روت كانال ثيرابي أو إكستراكشن أوف ذا توث. اللي هسه عندنا الهايبربلاستيك بالبايتس. هايبربلاستيك بالبايتس from an irreversible chronic bulbitis and is no also no bulb cure result in the proliferation chronic هو inflamed young bulb tissue. البالب بولب أكثر شيء يصير عندنا منه يصير عندنا باليونج. ليش؟ عندهم البالب هورم كلش عالي فيصير عندهم البالب بولب، يعني يصير بكتيريا، فالبكتيريا تدفع تدفع فيصير هذا نفس التشو داخل الكنات. فأنا أقدر يعني أسوي له كاتينج وأسوي له أنتو. شنو علاجه؟ هو علاج قلنا روت كنال ثيرابي أو إكستراكشن. بلب نيكروسيس، بلب نيكروسيس بعد الكرونيك، بعد ما صار عندنا كرونيك، بعد ما صار عندنا أول شيء صار عندنا أكيوت، بعدين صار عندنا كرونيك، وراها بقى البيشن هيميلي هم السن ما تأخذ عليه علاج عافى، أخذ عليه علاج عافى عافى لحد ما السن هبت يعني مات، يعني صار بي تعفن. بس وراها شو راح يجي؟ راح يصير بي يعني الباثوسس، راح يصير بي بالأبكس، إن اللي راح يصير بي فيسجلة. فلما راح يصير بي باثوسس أو راح يصير بي ديزيز، فهنا المراجعة راح يجي فنعرف هو صار بي بالب نيكروسيس. التريتمنت مالته هو اكستراكشن او ثيرابي. نجي للهارت تيشو تشينج. اول وحده بالب كلاسيفيكيشن. البالب كلاسيفيكيشن هو اول شيء شنو؟ هو سيكندري دنتين. شو وقت نسوي شو وقت يتكون سيكندري دنتين بعد الاربش اللي هو افتر توث اربشن اند ذا كومبليشن ان من للديفلوبمنتال الروت ديفلوبمنتال. Condition in the hardness in the classification of bulb tissue result in the hypersensitivity and extreme pain because dental nerve become in the compressive. هي يكون بعد ما يكمل النمو التوث فراح يسوي لنا secondary dentin وراح يكون extreme pain because dental nerve، يعني يحسوي لنا hypersensitivity وراها والبين راح يكون extreme. Root canal usual necessary ضروري clean away.
hardens in the tissue، راح يكون ليكون للبلب. Bulb classification deposed in the floor in the clean bulb chamber rather than wall in the time can result occlusion bulb chamber reclassification. هنا شو يقول auricular dentin؟ يقول هنا عندي مناطق اسمها auricular dentin. شنو هي؟ هي ال true denticle وعندنا ال false denticle. The true denticle are due in the ectopic classification of bulb tissue. والفولز شنو هي؟ هي ال tertiary dentin laid down response in the environment stimulation as in the reparative dentin. They're in the deposit direct bent path injury dentin. Dentinal tubules response in the toxic stimulation. Treatment مالتي يعتمد على السيمبتومز اللي موجود عندنا، يعني السيمبتومز مال التوث هو اللي راح يحدد شنو هو التريتمنت، اما اكزو او اندو فحسب او فولوينج فشوف شنو عندنا. التعريف مال الترو الدنتيكل والفولز دنتيكل هاي كلش مهمة. هذا يكون عندنا بالاكتوبيكال كلاسيفيكيشن باب تشو، هذا يكون عندنا بالترشيري دنتين لايت داون اللي يستجيب للانفيرومنت. فهذا الفولز. الانترنال ريزوبشن، الانترنال ريزوبشن انيشالي within bulb cavity result loose in the substance from in the dentine tissue. Bulb inflammation, the change in the result dentinal classic dentinal classic activity should be change result response position dentine clinical event spot seen in the late stage. ها هنا شو يقول؟ يقول الانتر ريزوبشن راح يكون ان داخل البلب ويفقد السوائل والدنتين موجودة، فراح يكون ان انفلاميشن، وسبب هذا هو شنو؟ اندودونتيك كلاست. احنا عندنا اندودونتيك بلاست، اندودونتيك كلاست. اندودونتيك كلاست هو فتشي ياكل بالتوث، الاودونتوبلاست لا، هو فتشي دا يبني ما دا يهدم، الكلاست يهدم. فهي ريسبونس للمن للدنتين كلينيكال. انا اشوف البيش يجي عياده عنده بينك سبوت على الكراون، فانا اعرف بين هو هذا انترنال ريزوبشن وصاير ليت، يعني فترات طويله وهامله الى درجه صاير على الكراون ظاهر. بالراديكولار بالاكس راي ايش راح اشوف؟ راح اشوف راديو لوسنت على الابيكس، وراح اشوف الوايد بي دي ال، راح اشوف باثوسيس، راح اشوف الروت صار بي الريزوبشن بريزولت ان ذا بعد شنو كافيتي. اذا قلت شو يقول؟ يقول very advanced extraction in the record. اذا انا عندي كلش ريزوبشن قوي، فشنو الافضل علاج الي؟ ابي اسوي الاكستراكشن، لانه يعني راح يصير عندي فيلر. هو بريفيرم ان الاندودونتيك ثيرابي، من هو اللي يعالج الاندودونتيك؟ يقول جنرال بسرعة عامة all dentists in the reserve in the basic education dental treatment. كل الأطباء إحنا مرحلة رابعة ومرحلة الخامسة وبعد التخرج إحنا كنا تعلمنا الاندودونتيك، بس يبقى هو شنو شغل هذا الأخصائي؟ بس بسرعة عامة هم كل الأطباء أخذوا، بس يبقى هذا الشغل هو شغل أخصائي. بس إحنا بالعراق لا نشتغل كل شيء. يعني الاندودونتيك is in the preferred endodontic therapy general dentist after referred patient needed in the endodontic treatment endodontist. يعني يقول هذا بعض اكو الاطباء انه بالحالات الديفيكولت وبالحالات اللي هم الاخصائيين يشتغلوها فيحولوها جماعة الاندودونتست. شو يقول عندنا؟ Why does patient in the feel pain؟ ليش البيشنت يحس بالبين؟ When bulb in the become in the infection هو increase blood flow in the cellular activity. اللي حيكون يصير عندنا زيادة بالblood flow وراح يضغط على التشو cellular activity فراح يسوي لنا بين عند البيشنت. فراح وراها شو يقول؟ هو in the tail bulb in the infection bulb when bulb in the get inflammation هو tooth could take or hold hot and cold. يقول شو وقت البيشنت يكون يحس بال بال
بالانفكشن او بالبين احسن عنده. اذا عنده صار تيك بالهوت او الكولد، اذا فتشي بارد او فتشي حار، اللي راح يكون عنده بالبايت او لايتنج داون راح يعض على فتشي راح يحس ببين، راح لما يصير لاينج داون هم راح يحس ببين. هذا ايش راح يسوي؟ احنا اول شيء راح نسوي له درينج، اذا جانا بيشت وعنده سولينج او عنده ابسس او عنده فيستشله، فاول شغله احنا ايش راح نسوي؟ راح نسوي له درينج، ننظفها من ننظفها من الانفلاميشن، فبعدها يلا نسوي الروت كانال تريتمنت. يعني هي اي استجابه للعلاج ما راح تستجيب واحنا عندنا هذا الباص اللي موجود. Why in the patient need in the canal therapy؟ ليش المراجع يحتاج الى الروت كانال ثيرابي؟ لان التوث اصلا ما يقدر يعالج نفسه بنفسه، هاي اول شغله. هو هنا because tooth in the not heal in the by itself infection maybe it spread around the tissue. يقول وشغله ثانيه انه الانفكشن راح يعني ينتشر على البرادكولار، على البون، على التشو كله، راح يسبب لنا دامج. destruction bone in the surrounded supporting tissue causes the tissue in the fall out. Root canal treatment down in the save damage pulp the clean and shaping root canal systeming in the following cataberca material prevent in the recontamination in the tooth premental restorative crown with or without post. يقول احنا هاي راح نسوي ننظف الكنالز من اي بكتيريا، نرجع وراها نخلي الفولينج الماتيريال هي باص الكتابيركا، فاني بهاي راح اقلل وامنع الريكونتامينيشن داخل التوث، وراها اقدر اسوي كراون او بوست. شنو يكون هاي؟ يكون انا عندي سيريال دامج بسراوند تشو او بالتوث هو نفسه، فهذا انا افضل اسوي له اكزو، لان الاندودونتك ما راح ينجح بي. شنو خطوات مال الاندودونتك ثيرابيا؟ واش يعني انطي انستيزيا الانجكشن لوكال انستيزيا رابر شيت، بعدها البس الرابر دام، اسوي ايزوليشن كلش مضبوط، بعدين اسوي الاكس اوبننج هو من ميد ان ذا كراون من جهه الكراون، اسوي اكس اوبننج، بعدين ادخل داخل القناه فيري سمول سايز انسترومنت هو الفايلات كلين ان للبالب تشامبر، بعدين ايش راح اسوي؟ اسوي كليننج اند شيبينج للروت كانال وفول ان ذا الرابر لايك ماتيريال هو الكتب بيعركه. شنو هي الماتيريال اللي اكثر؟ هي الكتب بيعركه بريفنت بكتيريا ان ذا انتر ذا سبيس اجينز، يعني انا امنع دخول بكتيريا اذا انا قفلت الابيكس وقفلت الفورامن الابيكس والاورفيس كله زين، فبعد ما نقدر تدخل بكتيريا الى الكانالز وسبب لنا انفلاميشن. وبعد يقول له وراها اذا احتاج التوث كراون راح اسوي له كراون، اذا احتاج فولينج او ريستوريشن راح اسوي له. شنو التعليمات اللي بعدها راح انطيها للمراجع؟ اول شيء نوت شوينج ان ذا بايت ان ذا تريتمنت، يعني انا ورا ما اسوي تريتمنت يعني احذر المراجع يظل يضغط عليه. ليش؟ لان احتمال التوث مو كلش ريستوراتيف فيحصل بيه فراكتشر، فنقول له يعني على كيفك وياه اكون على الجهه الثانيه لحد ما انا اكمل لك العلاج وراها اسوي لك الى كراون واحافظ لك عليه، فانطي هاي التعليمات. نون ريستوراتيف ان ذا سبكتبل فراكتشر، انه هو يحصل عنده فراكتشر، البيشنت شود فيزيت ذا دنتستري full restoration soon or possible not more than the month. يعني ممكن روح ورا أشهر يلا يرجع لي والتوث صار بفراكتشر، وهاي لا لازم نقول له حافظ عليه من في أسبوع أو حسب الموعد أو كم أو بين يوم ويوم، يعني حسب الموعد اللي مرتبه وياه، وتجيني حتى أكمل لك العلاج وحتى أغلف إليك حتى يصير التوث أكثر restorative، حتى يكون التوث يعني أكثر healthy. Most endodontic treatment less in the long in the natural tooth. Few causes tooth in the undergo in the endodontic treatments who were not healing and the pain continues.
يقول إذا بعد ما سوينا الاندودونتيك أكيد راح يكون أدنى بين، بس يكون بين خفيف. فإحنا دائما نقول مراجع ورا ما خلص العلاج، راح يصير عندك بينية. إحنا هيجنا البكتيريا اللي موجودة داخل دنتال تشيبلوس، فأكيد إحنا متوقعين راح يصير عنده بين. فبس إذا طول البين كلش، بين صار يعني قوي ويطول أشهر أو مرات سنوات، لا نقول لازم ترجع لي حتى أنا أعيد لك الاندودونتيك، لأن صار عندي بيها فايلر. نجي هنا يقول in the treatment in the introduction، وهو ال كان all teeth the treatment endodontic. هل كل الأسنان أنا أقدر أسوي لها treatment؟ أكيد لا، أكو بعض الأسنان ما أقدر أسوي لها. most of the teeth can be treatment endodontic. sometime root canal not in the acceptability. root in the severe fracture can't restore tooth doesn't have السفزنت ان ذا سبورت. يعني يقول احنا شنو مو كل الاسنان، مثلا اذا عندي فراكتشر ما راح اقدر اسوي سيفير فراكتشر، يعني اذا عندي اكثر من وول هو رايح، فانا هذا التوث نو ريستورابل ما راح اقدر اسوي له اندو، او اشوف الروت مالته يعني بباثوزيس او بفد ماد فراكتشر بالكنالز، فهذا الاكثر يعني نقول احنا ما يتعالج بالروت كانال. هنا difficult in the treatment in the endodontic. كنت قبل أدنى كلش يعني صعب الاندودونتيك، ويحتاج جلسات يعني هواي والأدوات أكثر، يحتاج جهد أكثر مضاعف. بالفيو اللي يقول ال save teeth in the event in the few years ago world in the lost. A new research in the technology material in the help to in the perform in the endodontic therapy better the way and more efficient in the introduction in the rotary rotary instrument and in the technological reduced treatment time. The concept the single visit again in the population in the new day. يقول حاليا اللي تطورت العالم الحديث، وصار الاندو يعني كل يعني اسهل مما قبل، وصار اكثر كفاءه، وساعدنا الروتاري سيستم على اختصار الوقت ويقلل لنا الجهد اللي كان يبذلوه اكثر قبل. اختصار انه هواي اشياء. السنجل فيزيت يقول كان قبل احنا نقول لا لازم لنا 3 فيزيتات او 4، والبيشنت يعني لازم بين جلسة وجلسة يعني 3 او 4 ايام. هسه لا، نقدر احنا اكثر الاندو نعتمد عليه فيزت وحده ويعني وخلاص نخلصها. بس شنو مو كل الكيسات احنا نقدر نسوي. اذا انا عندي باثوزيس او عندي بدن فليم انفلاميشن وبص ومدري شنو، انا ما اقدر اسوي هذا بفيزت وحده، لا لازم انطي مجال حتى اطلع كل الانفلاميشن من التوث وراها يلا، فهذا ما يصير بفيزت وحده. بس اذا الاغلبيه لا، هو انه دا يمشي الفيزيت وحده. فهنا هم دا يقول treatment in the not in the number visit. يقول احنا ما نعتمد يعني على الادوات وعلى المواد، لا احنا حاليا في يعني نقدر نعتمد على نجاح اللي احنا الجهد اللي راح نعطي الساينس اللي انا عندي، واللي اقدر عشان اعالج واعرف الطريقه العلميه، فهذا انا راح اقدر اضمن النجاح. يعني مو الادوات والماده، صح اكو ادوات وماده هي كفاءتها اكثر واعلى، بس نفس هذا هو جهد الطبيب، الوقت اللي راح ينطي للكيس، الاشياء اللي راح يسويها، الاستبات، البروتوكول اللي راح يمشي عليه، فهذا كله هو راح يضمن نجاح الكيس. فان مار ان ذا فيزيت مودريت ان ذا سنجل، يقول هو الاكثر ماشي هسه هي الاندودونتك. هنا واحنا خلصنا الليكتشر الاول من الاندودونتك المرحله الرابعه. فاي سؤال اي استفسار احنا حاضرين، ونقدر ان شاء الله نقدر على ما نقصر بي وياكم. ان شاء الله بين كل فتره وفتره راح نحاول نسوي ام سي كيو حتى نجمع اكثر عدد ام سي كيو للامتحان التقويمي. فأي سؤال أي استفسار فإن شاء الله حاضرين، والمحاضرة راح تنزل PDF وراح تنزل لكم باوربوينت.
هن اثنين نفس الشيء، بس هاي بيها الصور وما اعرف شنو توضيحية اكثر. والاشياء اللي ملونة هي الاشياء اللي انا دا احسها مهمة ودا اشوفها هي المهمة، فبعد يعني حاولوا شوية تركزون عليها. ومع السلامة.